الله عليه وصبر الله عليه، كان يمر على دموع الندم وحسرة عصام صاصة. دفاع المتهم بيستشهد باللاعب أحمد فتوح. انهيار جهاد وسقوطها على الأرض بعد قرار المحكمة. مشاهد لا تفوتك من محاكمة مطرب المهرجانات المعروف عصام صاصة، أهم قضية في مصر 2024. الحدث اللي غطته كل القنوات الإخبارية المصرية والعربية، محاكمة عصام صاصة، القضية اللي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا، والكل كان مستنيها لحد ما جت اللحظة اللي الكل منتظرها، وهي قرار المحكمة اللي أثبتت إننا في دولة قانون، وإن اللي غلط لازم يتحاسب مهما كانت شهرته أو نجوميته. وشفنا قرار المحكمة بالحبس 6 أشهر مع الشغل لعصام صاصة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، ورفض القضاء الدعوة بالتصالح في واقعة القتل بالخطأ لمطرب المهرجانات عصام صاصة لاتهامه بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة. وفي أثناء المحاكمة شفنا كذا مشهد رصدته عدسات الكاميرا، وكالعادة زي ما عودناكم في موقع بصراحة على نقل كل الأحداث والقضايا المهمة والانفرادات، لقطات مش هتلاقيها في حتة تانية. شفنا 4 مشاهد من المحكمة. المشهد الأول كان الظهور الأول لعصام صاصة داخل المحاكمة. من داخل المحكمة، فشفناه كان بيبكي وبيمسح الدموع من على خده وعلى وشه علامات الندم والحزن. المشهد الثاني كان مع جهاد زوجة عصام صاصة اللي كانت بتبكي من قرار المحكمة، والناس اللي حواليها بيساندوها وبيواسوها. المشهد الثالث كان مع محامي عصام صاصة اللي قال ظهور المخدرات في تحاليل عصام صاصة كان نتيجة لتناوله الكونجستال وأدوية البرد، واستشهد محامي عصام صاصة بواقعة أحمد فتوح التي حدثت على طريق الساحل، فقال هل يعقل لاعب المنتخب الوطني شهير يتعاطى المخدرات؟ إزاي يحصل كده وهو بالمثل؟ فإن التحليل إيجابي بسبب أدوية نزلات البرد. المشهد الرابع كان في نهاية اليوم بيخلص الحكاية زي ما انتم شايفين هنا، دموع عصام صاصة وبيحرك راسه وكأنه راضي باللي حصل وحاسس بالندم والذنب ومسلم أمره لله سبحانه وتعالى. أما الناحية التانية كانت صرخات الوجع والألم من جهاد على فراق جوزها وحبسه علشان تنزل الستار على محاكمة عصام صاصة ويترحل النهاردة الصبح علشان يقضي فترة حبسه في سجن الكيلو 10 بالجيزة.